ياسر جاب لي يعني لقطة كده على جمهور الأهلي اللي هناك وكلمت عليهم، وسبحان الله رب ما بقراش الفنجان يعني، بس كلمت بأدب قوي واحترام قوي، أشدت بالشباب قوي وقلت كتر ألف خيرهم ورايحين ورا فرقتهم، وشباب الحقيقة محترم وشباب جميل، قلت كل الكلام يعني الجميل وحييتهم وشكرتهم، ويعني كان معايا مهيب على الهوا امبارح، قلت له يعني حاول تبلغ تحياتنا للناس وللجمهور وقول لهم بلاش الشماريخ، وقلت لكل اب وام بيسمعنا دلوقتي يكلم ابنه ان يبقى في التزام، هم هناك بيمثلوا مصر وهم هناك سفراء لينا دلوقتي في الخارج، والمشهد والمنظر والحكايه والروايه. احنا اسفين يا صلاح، عارفين الفيلم؟ انا اسف، وانا على فكره بقول اي كلام فارغ عشان الامور تبقى واضحه يعني، بس عشان الناس تبقى يعني نتكلم اللي لينا واللي علينا. انا مش عارف الناس دي عايزه ايه حقيقه يعني. انا امبارح اللي شفته وانا في الحلقه هنا ما يعني بالتغطيات اللي كنا بنغطيها، مجموعه من الشباب المحترمه قاطعين تذكره رايحين ورا فرقتهم، قاطعين على حسابهم، رايحين شباب محترم جميل بيشجع، حاجه جميله جدا. اللي شفته في الملعب امبارح قبل ما المباراه تبتدي، شباب انا اسف يعني شباب جهله، شباب واضح ان هم قابضين، مستوى منحدر من الشباب، واضح ان مفيش اب وام بيسمعونا او مفيش اهل اصلا بتسمعنا، واضح ان احنا بنكلم نفسنا، واضح الناس دي رايحه الهدف عشان محدش يقول لي حاجه غير كده، محدش يطلع ولا مسؤول يطلع يقول لي اصل دي شباب واصل ده جمهور النادي الاهلي ولا الكلام ده خالص. الحقيقه الواحد امبارح انا قاعد بتفرج امبارح على الماتش في حته عامه مكسوف باصص في الارض، شكلنا زي الخرا منتهى الصراحه، حاجه بقت تقرف. انت رايح هناك فريق النادي الاهلي، التزام واحترام ايه؟ جمال ايه؟ استقبال ايه من نادي المغرب التطواني؟ استقبال ايه من مسؤول المغرب؟ تامين عامل ازاي؟ بتلعب في استاد امبارح فيه 20,000، بينك وبين الجمهور، بينك وبين الجمهور ايه؟ بينك وبين الجمهور نص سنتي، نص سنتي لن يتجاوز معاك احد، ما تعداش عليك احد، استقبال اكتر من رائع. وهم الشويه دول القله الابيضه دول القله دول اللي لازم يكون في معاهم موقف، دول اللي رايحين لهدف واحد بس، احنا بعون الله هنبوظ الماتش، هنتخانق مع الشرطه هناك ونعمل اللقطه بتاعت كل مره، احنا مش فارق معانا حاجه، هنرمي شماريخ ونولع الملعب. ان شاء الله الملعب، ان شاء الله الماتش ما تلعب يولع الماتش، طز في اي سمعه مصر ايه وبتاع ايه، مفيش حاجه اسمها سمعه، احنا كده هو كده ان كان عاجبكم. ايه البلطجه دي؟ ايه البلطجه دي؟ وايه الاستهتار ده؟ وايه الاستهوان بشكل البلد ومنظرنا بره؟ وايه ده؟ وايه الشماريخ اللي قاعد ترميها وتحرق بيها الملعب قبل اللقاء؟ ده مفيش حاجه لسه، ده الحكم ما صفرش. وبتتخانق هناك مع 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 الشرطه المغربيه ليه؟ عملت لك ايه؟ طالعين بيقولوا لك يا عمي ده احنا فتشناك، هربت الحاجات دي منين؟ عيب بقى، عيب، زهقتونا وقرفتونا، بقيتوا اسوأ حاجه في النادي الاهلي، وبنقعد نشيد بالجمهور ونقول الجمهور جمهور كبير. بصوا الاستاد، بصوا الاستاد عامل ازاي؟ داير ما يدور، بصوا المشهد، بصوا الاعلام، بصوا الناس قاعده عامله ازاي اهو، بصوا الاسر، بص علم مصر اهو وقاعده، والناس وجمهور مغربي وقاعد، وكل واحد مغربي اخذ مراته، واللي مش اخذ مراته اخذ اي حد من صحابه ورايح، والست ملبسه بنتها ايه؟ بصوا الحلاوه عامله ازاي؟ انتوا اسوأ من في المشهد، اسوأ من في المشهد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ وبعدين النهارده اكلم اب وام، اب وام مين؟ اب وام مين اللي بكلمهم؟ اب وام مين؟ وفي الاخر لا قدر الله ما يحصل حاجه، تخيل بقى المشهد امبارح، تعاملت الشرطه مع الشباب دي وردت، وما كانش في سفير هناك وما اتدخلش وما تهراش الراجل اعتذارات، والكابتن علاء عبد الصادق وقعدوا يبوسوا راس الناس، وتعاملت الشرطه وضربت الناس، وطلع الجمهور ده كله، الجمهور ده كله طلع، ادي المنظر قدامك اهو، وطلع الجمهور ده كله قام مشتبك معاهم بعد الماتش وولعوا الدنيا، ولا قدر الله حد حصل له حاجه هنعيط ونرجع نقول اصل الحكايه اصل الروايه، ده احنا اولادنا كانوا رايحين يتفرجوا على الماتش. اولاد مين؟ وماتش ايه اللي رايحين يتفرجوا عليه؟ ماتش ايه اللي رايحين يتفرجوا عليه؟ ده اولادكم رايحين يبوظوا الماتش، ده انتوا ما عرفتوش تربيهم، اولاد ايه؟ اولاد ايه اللي رايحين يشجعوا؟ اولاد ايه؟ احنا ما بنتكلمش
على جمهور الزمالك ولا لان انا شفت امبارح ناس بيتكلموا الروابط والالتراس وايت نايتس. انا بتكلم على الكل اللي قدامي دي، انا بتكلم على المجموعه دي، بتكلم على الناس الصيع اللي قدامي دي، انا مش بتكلم على جمهور النادي الاهلي المحترم ولا حتى الالتراس ولا الوايت نايتس ولا هجمع بعد كده، مش هجمع، انا بتكلم على المشهد اللي انا شايفه. 20 30 واحد اتفضل اهو تعامل، اتفضل اهو خناق مش مهم، خلي بقى واحد من الشرطه المغربيه بقى يضرب حد عشان نقول ده اتضربوا هناك، ولادنا كانوا رايحين يتفرجوا على الماتش، ولادنا عشاق النادي الاهلي، ويطلع لي اي مسؤول من النادي الاهلي بقى يقول لي ده جمهور النادي الاهلي العظيم، انت بتتكلم كده ازاي؟ ازاي؟ يا راجل ده انت خرجتنا عن شعورنا، ده انا من امبارح ما شفتش مسؤول في النادي الاهلي يطلع يعتذر في بيان رسمي لنادي المغرب التطواني، ولا يعتذر للشرطه المغربيه، ولا يعتذر للاتحاد المغربي، ولا يعتذر لاي حد، استخبوا، مسؤول النادي الاهلي كله استخبى. كله استخبى، استاذ كامل زاهر مشكورا رئيس البعثه هناك راح واعتذر، بس هنا فين مجلس الاداره؟ السفير بقى اعتذر لكل واحد قبله، بس راس كل الناس اللي هناك. طب هو الراجل عليه من ده بايه يعني؟ عليه من ده بايه؟ فين سيادتك؟ فين الاستاذ محمود طاهر هنا رئيس النادي؟ بيان يا فندم، مجلس اداره النادي الاهلي، بيان يا فندم، بيان، بنعتذر عن القله الخارجه عن القانون من جمهورنا ده، بنعتذر. بيان يا فندم، ابعت يا فندم هات كشف باسامي الناس اللي اخذت فيز ومسافره دي، امنحهم بعد كده في اي سفاره النادي الاهلي، ودي السفاره الناس دي ما تسافرش. يا فندم خد اي موقف. يا فندم اتحرك، ارحمونا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ وفي الاخر نتكلم عن الدوله والشرطه واصل الحكايه واصل الروايه. ده الموقف ده اتكرر 30 مره، 30 مره. بس بيتكرر دايما فين؟ في المغرب، في تونس، في الحاجات اللي على خفيف كده، لكن في لندن وفي اليابان وفي الحاجات دي خلي الشباب يتعمل كده، خلي الشباب تعمل كده. مش هتلاقي السفير، مش هتلاقي سفير بيروح يبص راس حد، ومش هتلاقي مسؤول بيقول معلش عشان خاطر الشعب المصري واحنا بنحب الشعب المصري، لا لا مش هتلاقي. هتلاقي تنفيذ قانون حازم هناك، حازم، هتلاقي تنفيذ قانون حازم. فهم برضو عارفين احنا بنيجي على الغلبان، اللي جنبينا الدول العربية حبايبنا، ناس اللي واقفة معانا، اخواتنا الاشقاء، هم يستقبلونا زي الفل واستقبالات حافلة، هم جمهورهم يبقى مؤدب ومحترم ويسكت، واحنا نعمل الصح بقى اللي انتوا شايفينه ده، المناظر اللي انتوا شايفينها دي، وتيجي في الاخر يا جماعة ده امبارح علاء عبد الصادق قعد معاكم امبارح واتكلم مع الناس، ويا جماعة بماتش يهديكوا ويرضيكوا، والشرطة امبارح مفتشاكوا. ايه ده؟ ايه المشهد ده؟ ايه القرف ده؟ ايه الحاجة اللي بقت تقرف وتزهق دي؟ شكلنا بقى مقرف. ايه ده؟ ونقول الجمهور، الجمهور رقم 11 مع فريق ده الجمهور رقم 11 قبل الماتش يبتدي، اللعيبة قبل ما تنزل عارفة ان الجمهور بيولع بره، ال 30 واحد اللي جبناهم بنولع بره. يا جماعة رجاء مسؤول النادي الاهلي بيان اعتذار، رجاء اي مسؤول من النادي الاهلي يتحرك مع اي حد من الدولة على اسامي الناس دي واسامي الشباب دي، ما تسافرش تاني، يكون في موقف، مش الناس الكبيرة تقعد تعتذر بس بدون تنفيذ قانون، بدون موقف حازم مع الناس. مش معقولة، والله ما معقولة. اتحرق دم امبارح بمليون جنيه يا جماعة، ده انا لسه بشكركم امبارح على الشاشة، ده انا لسه قاعد امبارح بحييكم على الشاشة، ده انا لسه قاعد بكلم ابوك وامك والناس واللي سفرك، ولسه بن 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 يعني بندي رسالة، ارجوك يا فندم كلمي ابنك، كلمي ابنك يا فندم وقول لهم، بس قول لمين؟ انسوا انسوا، عشان بس ما نلفش وندور، انسوا. الناس دي قبضة والناس دي راحت تخرب وتبوظ، اوعى تقول لي حاجة كده، ولا اب ولا ام ولا عيلة ولا حاجة، احنا قاعدين بنناشد، بنشوف اهاليهم امتى؟ لا قدر الله في المصايب، عارف دول ان شاء الله لو الشرطة تعاملت هناك وحبستهم، نبتدي بقى اللي يناشد السيد رئيس الوزراء واللي يناشد السيد رئيس الجمهورية، وما تسيبش الشباب هناك يا فندم، الشباب كانت رايحة تشجع النادي الاهلي، يقبضوا عليهم ازاي؟ يقبضوا عليهم ازاي؟ يا جماعة ربوهم، اللي يبعت ابنه يتفرج على ماتش ربيه يا جماعة، من غير كده يا جماعة، في 20 ألف هناك، 20 ألف في استاد بيشجعوا ما عملوش حاجة،
التلاتين دول اللي ولعوا الدنيا بالشكل ده، ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش عارف، انا زهقت بمنتهى الصراحة وقرفت. زهقت من كتر الكلام، ونصالح ونجيب تورات وندي رسالة، ورسالة من هنا لمرتضى منصور، ورسالة من هنا لمحمود طاهر، ورسالة لجمال علام، وتحركوا واعملوا والحكاية والرواية. وبعدين في الآخر اللي بيتحرك هو بيبقى في النهاية الوحش، أو اللي بيتحرك هو اللي في النهاية اللي بيصطدم. ما ينفعش بقى، ما ينفعش. نداء تاني للمهندس محمود طاهر، رجاء يا فندم، رجاء يا فندم، بيان اعتذار عن جمهورك يا فندم، ما تقلقش، ما تخافش يا فندم، جمد قلبك. ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش يبقى كامل زاهر والسفير هم اللي رايحين قاعدين يبوسوا راس الناس هناك. ما ينفعش، ده النادي الاهلي. وايضا النادي الاهلي لما يحصل خطا لازم برضه يبقى اعتذار النادي الاهلي، لازم يبقى موقف النادي الاهلي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. فاصل، نرجع تاني.